يقول لا أشرب الدخان وأعلم أنه حرام، ولكن والدي يطلب مني أن أجهز له الشيشة، هل علي إثم؟ والله هذه فيها تفصيل، يعني إذا كنت كبيرا ولك بيت مستقل وكذا ما تتضرر فيما لو عصيته في هذا الأمر، قل له لا يجوز، قل له لك الطاعة ولك الكرامة ولك كل شيء، لكن ما جهز لك الحرام، ما جهز لك الشيشة، انصحه قل له ما تجوز هذه الأمور وكذا، واتق الله وكذا، حذره من هذا الأمر. فإن قال لك ما بأشوفك زعلان عليك، يزعل عليك ويرضى بعدين، وبره، لكن لا تفعل المعصية، ما تطيع فيها. أما إذا كنت صغيرا ممكن يضربك، ممكن يطردك من البيت، ممكن كذا، بعض الأباء الله يهديهم معسرين، فهنا ليس عليك شيء، حتى لو جهزت للشيشة ما عليك شيء إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يهديه، وأن على الآباء أن يتقوا الله في أولادهم، يعني لا يحدونهم على، يعني أنت ابتليت بهذه الشيشة أو بالسجاير أو كذا أو كذا، لا تدخل غيرك معك، خلاص أنت اشتر شيشتك، أنت جهزها، أنت اشتر دخانك، يعني لا تطرش عيالك يشتروا لي سجاير وأنت تدري أن السجاير حرام، لا تطرش عيالك تجهزوا لي الشيشة وأنت تدري أن الشيشة حرام، أنت تأثم كل واحد. ليش تحد عيالك يا أن يعاندونك يا أن يسوون الحرام، يسوون شيء هم كارهين، ليش؟ فطالما أن هذه الأمور خلاص ثبت الآن تحريمها، خلاص ابتعد عنها. الله تبارك وتعالى هداية لنا ولهم جميعاً.